السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اسف جدا على الانقطاع الطويل الفتره اللي فاتت، وده ما كانش بسببي والله، ده كان بسبب ان انا عندي امتحانات. فاستنوا رجوع قوي جدا، واستنوا كميه فيديوهات ضخمه جدا هتنزل الفتره اللي جايه. في الفتره اللي فاتت في احداث كتير حصلت، في موبايلات جديده نزلت، وفي موبايلات اختفت من المنافسه، والفئه المتوسطه ابتدت معالمها تتغير، وده بسبب ان الفئه المتوسطه دي ما بقتش حكر على شركه معينه. كنت السنه اللي فاتت لما تيجي تتكلم او السنه اللي قبلها عن الشركه اللي ماسكه فئه معينه كنت تلاقي شركه او شركتين. وفي الفئه المتوسطه كنا على طول بنسمع اسم شاومي، ولان هي فعلا كانت مسيطره على الفئه المتوسطه، كانت بتنزل دايما موبايل بيمثل مبدا القيمه مقابل السعر. ولكن ابتدت شركات كتير تخش في المنافسه، زي السنه دي شركه سامسونج ابتدت تخش في المنافسه ونزلت لنا سلسله الجالاكسي A بامكانيات كويسه جدا وبسعر منافس، وده لان هي حاولت الفتره اللي فاتت ان هي تخبط في شاومي، ولكن ما قدرتش بالقدر الكافي ان هي تزحزح شاومي من مكانها. اي نعم هي خدت قدر كبير من السوق، وده بالاعتماد على اسمها، والاجهزه اللي نزلتها كانت بتدي قيمه كويسه جدا، ولكن شاومي كانت بتقدم قيمه اكبر. وابتدينا نشوف منافس جديد وهو شركه ريلمي، وده سب براند شركه اوبو، واتكلمنا عنه ونزل لنا بموبايل جديد هو ريلمي 3 برو، وده اكتر موبايل تقريبا في الفئه المتوسطه الناس بتتكلم وبتسال عنه وعايزه تعرف اوله واخره وعيوبه ومميزاته ودنيته كلها ايه. هل شاومي وقعت؟ لا، هي الفكره كلها ان التورته كلها ما بقتش لشركه واحده، بقى في اكتر من شركه بيتنافسوا على لقب بطل الفئه المتوسط. ولكن بعد الاستقرار المميت في الاسعار، وان الدنيا فضلت ثابته جدا في الفئه المتوسطه، مفيش حاجه بتغلى مفيش حاجه بترخص، شركه شاومي ابتدت تنزل كل اجهزتها في السعر. ومن الموبايلات دي هو البوكو فون اف 1. بوكو فون اف 1 نسخه 64 جيجا نزلت من 6400 جنيه لحد 5000 جنيه، ودي بيخليها تنافس، ايوه بيخليها تنافس في الفئه المتوسطه، وبتنافس اي موبايل نازل جديد في الفئه دي. ومن الموبايلات اللي نازله جديده في الفئه دي هو الريلمي 3 برو، النسخه ال 128 جيجا او النسخه الاقوى من الموبايل. الموبايل لسه نازل بشكل رسمي من يومين او من 3 ايام على حسب الميعاد اللي هينزل فيه الفيديو على اليوتيوب، فهيلاقي قدامه بطل الفئه المتوسطه لمده سنه ونص بدون منافس، هو البوكو فون اف 1. فضل فتره 2018 كلها وفتره 2019 لحد دلوقتي هو فضل بطل الفئه المتوسطه. فبمجرد نزول سعر البوكو فون اف 1 انا كنت مقرر ان انا هعمل فيديو عن افضل هاتف في الفئه المتوسطه بسعر 5000 جنيه، ولكن استنيت لحد ما الريلمي 3 برو ينزل عشان نبتدي نتكلم عن التليفونين قدام بعض بشكل مفصل جدا. فالفيديو بتاع النهارده هتكون مقارنه بسيطه او مقارنه سريعه ما بين الريلمي 3 برو وما بين البوكو فون اف 1 من شركه شاومي. دايما في الفئة المتوسطة مفيش موبايل بننتظر منه ان هو يديه باكج كاملة، دايما بتاخد الباكج دي مع تضحيات. ممكن الموبايل يكون قوي جدا ويديك اداء خرافي، وفي نفس الوقت بيديك تضحية بسيطة زي تضحية مثلا في الكاميرا، تضحية في الخامات، وده اللي بيحصل معانا في الموبايلات بتاعة النهاردة. مفيش موبايل من الاتنين كامل، الموبايل ده سواء البوكو فون اف 1 او ريلمي 3 برو او السامسونج جالاكسي اي 50، الثلاث موبايلات دول هما اللي في فئه ال 5000 جنيه، كل موبايل فيهم ليه مميزاته وليه عيوبه. النهارده هنتكلم عن ريلمي 3 برو والبوكو فون اف 1، وهنركن السامسونج جالاكسي اي 50 على جنب، لان هو من وجهه نظري ما بيتفوقش في حاجه عن الموبايلين دول غير الشاشه، ان هي شاشه سوبر اموليد. ما اظنش ان انت هتضحي كل حاجه في الموبايل مقابل ان انت تاخد شاشه قويه جدا وتسيب الباقي. واول حاجه هتكلم عنها في الفيديو بتاع النهارده وهي الشاشه بتاعه الموبايلين. هل الشاشه في فرق يذكر ما بين الريلمي 3 برو وما بين البوكو فون اف 1؟ الصراحه انا مش شايف اي فرق في الشاشه، تقريبا نفس الشاشه، الاستحواذ بتاع الشاشتين قريب جدا، الجزء السفلي او الحافه السفليه بتاعه الموبايلين متقاربه جدا. اي نعم هي اصغر شويه في الريلمي 3 برو، لكن الاستحواذ العام بتاع الشاشه تقريبا هو هو، اللهم ان الفرق بس فوق ان هنا ووتر دروب نوتش، وفي البوكو فون اف 1 النوتش فيه نوتش اللي هي العريضه اللي شفناها في موبايلات زي الايفون اكس والايفون اكس ماكس. فالشاشتين بيجوا من نوع اي بي اس ال سي دي، وبيجوا بكثافه بكسلات 403 بكسل كل انش، وده البوكو فون اف 1، و409 بكسل كل انش، وده للريلمي 3 برو. فالاثنين متقاربين جدا من حيث جوده الشاشه وكواليتي الالوان بتاعتها والدقه والنقاء بتاعها، ودي حاجه مش هتاثر معاك قوي لو انت نقطه الشاشه دي هي النقطه اللي واقفه معاك ان انت تقارن ما بين الموبايلين دول. فمن حيث الشاشه فانا شايف ان الشاشتين متشابهين جدا ومفيش بينهم اي فرق يذكر. بالنسبه لتصميم الموبايلين والخامات، فالموبايلين ريلمي 3 برو والبوكو فون اف 1 بيجوا من خامه البولي كربونايت، بيجوا من الخلف من البولي كربونايت ومن قدام من الزجاج بالكامل. في ناس بقى تيجي تقول لي اصل ديزاين الريلمي 3 برو فظيع وديزاين البوكو فون اف 1 ضايع وكده، تمام الديزاين الفينيشنج بتاع الديزاين
هو ممكن نتكلم فيه في حتة الأفضلية، لكن الاتنين الموبايلين من البلاستيك، الاتنين من البوليكربونايت، الاتنين بيأدوا نفس الوظيفة. فمن حيث الخامات أنا مش شايف إن أنت ممكن، إن أنت لو المقارنة ما بين الموبايلين واقفة على الخامات، إن أنت تضحي بالبوكوفون اف 1 مثلا وتروح للريلم 3 برو عشان خاماته، لأن أنت كده كده في الريلم 3 برو هتحط جراب أكيد، وفي البوكوفون اف 1 برضو هتحط جراب. فانا مش شايف حته الخامات دي هتفرق معاك قوي، لكن اللي ممكن يفرق معاك هو الديزاين. الديزاين او التصميم بتاع الموبايلين في فرق السماء والارض. فتحس ان البوكوفون اف 1 السنه اللي فاتت 2018 بترنداتها بديزايناتها بتضحياتها، والتصميم بتاع الريلم 3 برو تحس ان هو 2019 شويه، ووتر دروب نوتش، استحواذ اكبر في الجزء الامامي من الشاشه، خامه الموبايل والستايل بتاع الديزاين بتاعه، الكاميرات كلها من فوق على الشمال تحت بعضها في شكل راسي، الظهر اللامع، وده الترند اللي انا شايفه اللي متخذاه معظم الشركات في الهواتف المتوسطه في سنه 2019. فدي النقطه اللي ممكن نعيبها على البوكوفون اف 1، او دي ممكن نقول ان دي نقطه التضحيه. فالتضحيه اللي في البوكوفون اف 1 هي في الديزاين والخامات بتاعته. بالنسبه بقى للنوتش اللي موجوده قدام في الموبايلين، فالنوتش اللي في البوكوفون اف 1 مش زي باقي الشركات نوتش صامته كده ما فيهاش اي تقنيات او اي حاجه، لا، النوتش في البوكوفون اف 1 من قدام موجود فيها اي ار سنسور، مستشعر الاي ار اللي بياخد 3 دي فيس ريكوجنيشن، بيعمل فيس انلوك عن طريق ان هو بياخد شكل وشك 3 دي. الكلام ده كله طبعا بالاضافه ان انت عندك الفينجر برينت سنسور الموجود في ظهر الموبايل اللي بتشغله بسرعه كبيره جدا، ودي تقريبا هتكون في نفس سرعه الفينجر برينت سنسور الموجوده في ريلم 3 برو. ونروح للجزء اللي بعد كده وهو نظام التشغيل والعتاد بتاع الموبايلين. بالنسبه لاصدار نسخه الاندرويد الموجوده على الموبايلين ريلم 3 برو، البوكوفون اف 1 هو اندرويد باي 9.0، وده احدث اصدار من نظام اندرويد موجود في السوق حاليا. اما بالنسبه لواجهه المستخدم، فالريلم 3 برو بيجي بواجهه مستخدم كلر او اس 6، ودي نفس واجهه المستخدم اللي شفناها في موبايل زي الاوبو اف 11 والاوبو اف 11 برو. بالنسبه لواجهه الكلر او اس 6 فهتديك اداء كويس جدا، وده لان الكاستمايزيشن اللي معلش اقصد الاوبتمايزيشن اللي ما بين السوفت وير والهارد وير ممتاز جدا. اوبتمايزيشن يعني التوافق، يعني السوفت وير هياخد ويدي معاك ويقدر يستفيد من كل مورد من موارد التليفون، هيديك افضل اداء ممكن تاخده من الهارد وير ده، وده اللي احنا متعودين عليه من الكلر او اس من شركه اوبو. اما بالنسبه لواجهه التشغيل الموجوده على البوكوفون اف 1 فهي ميو اي بنسختها ال10، وهيتحدث وقت قريب جدا لميو اي 11. كلنا عارفين طبعا الميو اي والكاستمايزيشن اللي هي التعديلات اللي موجوده في الواجهه دي، بالاضافه لان الاوبتمايزيشن ما بين الميو اي والهارد وير برده بتاع البوكوفون اف 1 ما يقلش خالص على الاوبتمايزيشن اللي موجود ما بين الكلر او اس في الريلمي 3 برو. فانت هنا من حيث السوفت وير فانت عندك افضل واجهات مستخدم موجوده في السوق في الوقت الحالي. بالنسبه للمساحه الداخليه والرام، فاحنا بنتكلم عن نسخه الريلمي 3 برو اللي سعرها حوالي 5000 جنيه في السوق المصري، وهي النسخه ال 128 جيجا و6 جيجا بايت رام. اما البوكوفون اف 1 اللي موجود بسعر 5000 جنيه في الوقت الحالي فهي النسخه ال 64 جيجا و6 جيجا بايت رام برضو، مع العلم ان في نسخه من البوكوفون اف 1 128 جيجا وسعرها حوالي 6000 جنيه ل 6400 جنيه في المحلات او وقت ما بتنزل العروض والخصومات بتاعته في الفلاش سيل. فمن ناحيه المساحه بالنسبه للموبايلين، لو عندك مشاكل مع المساحه تقدر تركب كارت ذاكره خارجي وتزود المساحه زي ما انت عايز. بالنسبه لدعم الشرايح في الموبايلين او دعم السيم كاردز في الموبايلين، ناس كتير ما بتتكلمش في النقطه دي، مع ان النقطه دي فيها اختلاف واختلاف مش قليل. الريلم 3 برو بيقدر يشغل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت، يعني المنفذ بتاعه فيه 3 مخارج، تقدر تركب شريحتين سيم كارد نانو وتقدر تركب كارت ميموري اللي هو الذاكره الخارجيه في الموبايل بتاعك عادي. اما البوكوفون اف 1 فبيجي بحاجه اسمها هايبرد سيم، يعني اما تركب شريحتين يا اما تركب شريحه وكارت ميموري، ومعنى ان انت تفضل ان انت تركب كارت ميموري هتضحي بالشريحه الثانيه، ودي حاجه ممكن تكون مهمه بالنسبه لحد ان هو عايز يركب شريحتين وفي نفس الوقت يركب كارت اكسترنال ويزود المساحه بتاعت الموبايل بتاعه. ونروح لاكتر جزء مهم في الفيديو بتاع النهارده الا وهو الاداء، ونقطه الاداء في الفئه المتوسطه دي اللي متعودين فيها دايما ان بيبقى فيه تضحيات، لكن في البوكوفون اف 1 مفيش تضحيات خالص. البوكوفون اف 1 هنا بيجي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 845، والمعالج ده هو المعالج الرائد لشركه كوالكوم لسنه 2018، وده المعالج اللي كان موجود في كل الموبايلات الفلاج شيب اللي موجوده للسنه اللي فاتت، وما زالت في شركات بتستخدمها في هواتفها رائدتها زي شركه نوكيا مثلا. هاتف رائد اللي نزلته السنه دي نازل بكوالكوم سناب دراجون 845. بالنسبه للريلم 3 برو فهو بيجي بمعالج الفئه المتوسطه العليا الاشهر حاليا، وهو الكوالكوم سناب دراجون 700
و10. شفنا المعالج ده في موبايلات زي النوكيا 8.1 وكان بيدي اداء محترم جدا وبيدعم تشغيل الالعاب. والمعالج الرسومي بتاعه اللي هو ادرينو 616 كان بيدعم تشغيل العاب قويه جدا زي لعبه فورتنايت مثلا. والمعالج ده ما نقدرش نقول عليه انه زي المعالجات القديمه الكوالكوم سناب دراجون 660 والحاجات دي، ده لان هو بيجي باداء بيتغلب على الكوالكوم سناب دراجون 635 وبيجي بدقه تصنيع 10 نانومتر، ودي نفس دقه التصنيع بتاعه الكوالكوم سناب دراجون 845 اللي موجود في البوكوفون اف 1. هل ان هما نفس دقه التصنيع ده معناه ان الاثنين بيدوا نفس الاداء؟ هو ال 710 مش هيأثر معاك في حاجه، يشغل معاك الالعاب على اعلى كواليتي، ببجي فورتنايت ببجي يقدر يشغلها على اعلى كواليتي، لكن ما بيدعمش ال HDR فيشغلها معاك على الترا عندك من غير ما يسقط فريمات خالص. بس مش معنى ان هو مش هيسقط فريمات ان هو هيديك اداء سوبر سموز، مش هيديك اداء خارق. لكن البوكوفون اف 1 معالج رائد، لازم نراعي ان هو معالج رائد معمول للهواتف الرائده، لهواتف الفلاج شيب، فاكيد هيكون في يعني هيكون في ميزه عن المعالجات الرائده بتاعت الفئه المتوسطه. فبناء على كده البوكوفون اف 1 من شاومي بيقدر يشغل ببجي على اعلى كواليتي على الترا، وبيقدر يشغلها HDR من غير اي مشاكل، مش هتلاقي ولا تقطيع في الفريمات، مش هتلاقي لاج في الموبايل بتاعك، تقدر تفتح المالتي تاسك وترجع تخش في ببجي تاني، هتلاقي اللعبه شغاله معاك بكل سلاسه ومفيش اي مشكله في الاداء بتاع الموبايل. طول ما انت مشغل اللعبه الموبايل هيديك اداء كويس، بالاضافه لانه في كولينج سيستم، في نظام تبريد، وبالتالي درجه حراره الموبايل ما بترفعش معاك بالشكل الملحوظ زي ما بيحصل في معالج كوالكوم سناب دراجون 710 الموجود في ريلمي 3 برو. واللي بيخلي الاداء بيبتدي يظهر في الفروقات دي لما بتيجي تشتغل او تبتدي تحط ضغط كبير جدا على المعالج هو معالج الرسوميات. معالج الرسوميات في الريلمي 3 برو زي ما قلنا هو ادرينو 616، بيقابله في الناحيه الثانيه في البوكوفون اف 1 في الكوالكوم سناب دراجون 845 ادرينو 630. هل في فرق ما بين المعالجين الرسوميين دول؟ اه في فرق، وفرق ملحوظ جدا لما بتبتدي تضغط على المعالج زي ما قلت لكم، لما تيجي تشغل العاب على اعلى كواليتي او تيجي تعمل ريندر ببرامج ريندر على الموبايل بتحتاج جهد قوي جدا وبتحتاج معالج رسومي قوي. ففي النقطه دي هتبتدي تظهر معاك الفروقات ما بين المعالجين. فانت لو عايز معالج خارق يديك اداء قوي جدا ويفضل شغال معاك بنفس الاداء ده سنه قدام مثلا وتفضل ضاغط عليه لسنه قدام كمان، فانت عندك الكوالكوم سناب دراجون 845 حمال اسيه. ده مش معناه ان الكوالكوم سناب دراجون 710 فيه مشاكل او فيه عيوب او عنده نقص في حاجه او كده خالص. فاداء الريلمي 3 برو في الالعاب او الاداء العام هيديك اداء مقارب جدا للاداء بتاع الاف 11 او الاف 11 برو. بالنسبه للنقطه اللي بعد كده وهي الكاميرات، من حيث الكاميرات احنا مش هنبتدي نقارن ما بين الارقام لان اداء الكاميرتين متقارب جدا، وانا ميال اكتر لكاميرا البوكوفون اف 1 وده رايي شخصي وهقول لكم ليه. بالنسبه للارقام فالريلمي 3 برو بيجيب كاميرا 16 ميجا بيكسل فتحه عدسه اف 1.7، دي الكاميرا الخلفيه، والكاميرا الثانيه هي كاميرا ديب سنسور بتدي دقه 5 ميجا بيكسل، ودي مش هنستفيد منها في حاجه غير ان هي تعمل العزل. اما على الجانب الثاني البوكوفون اف 1 بيجيب كاميرا 12 ميجا بيكسل فتحه عدسه اف 1.9، هي هتكون اصغر شويه من فتحه العدسه والميجا بيكسلز بتاعه الريلمي 3 برو، لكن مش دي النقطه اللي هنقف عندها. اداء الكاميرتين تقريبا متقارب جدا، مش هنلاقي فروقات كبيره. اي نعم معالجه السوفت وير بتاعه اوبو افضل في التصوير، يعني لما تيجي تصور صوره بالكاميرا الاساسيه بتاعه ريلمي 3 برو والكاميرا الاساسيه بتاعه شاومي هنلاقي ان في فروقات، ان كاميرا ريلمي 3 برو بتبتدي تطلع صوره شاربن اكتر، الالوان افضل، فيفيد شويه متشبعه، لكن الحاجات الصغيره دي نقدر نتغاضى عنها بجوجل كاميرا. الموبايلين بيدعموا تطبيق جوجل كاميرا بشكل كامل، لكن البوكوفون اف 1 ليه دعم خاص للجوجل كاميرا، وده لان هو بيجي بكوالكوم سناب دراجون 845، فجوجل كاميرا متوافقه معاه بشكل كامل، بيجي له ابديتس اول باول، والتطبيق يعتبر مستقر ويمكن الاعتماد عليه بشكل كبير جدا. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن للناس اللي سالت عليه قبل كده. لكن تطبيق جوجل كاميرا للريلمي 3 برو هيأدي معاك كويس جدا وهيديك الاداء اللي انت طالبه، لكن مش بالاستقرار ومش بالسلاسه اللي هتلاقيها في التطبيق المطورين عاملينه للبوكوفون اف 1. سيبنا بقى من كل الكلام ده ونخش للمميزات اللي موجوده في الكاميرا اللي تخليك ان انت تنجذب لكاميرا دونا عن الثانيه. الموبايلين بيصوروا 4K؟ ايوه بيصوروا 4K. الاثنين بيصوروا سلو موشن؟ ايوه بيصوروا سلو موشن. الاثنين بيصوروا سوبر سلو موشن؟ اه بيصوروا سوبر سلو موشن. لكن في نقطه هنا، السوبر سلو موشن بتاع الريلمي 3 برو في حاجه غلط، تحس ان هو الكترونيك خالص ومش طبيعي، في حاجه غلط.
اما السوبر سلو موشن 960 بتاع البوكوفون اف 1 سموث جدا، تحس ان هو طبيعي. اي نعم هو في تدخل الكتروني قوي، هتحسه افضل وعينك هتبقى شايفه ان هو افضل. فبشكل مجمل اداء الكاميرات متقارب جدا، اللهم بس ان الفرق التعديلات بتاعه السوفت وير والبروسيس اللي بتحصل من السوفت وير بتاع اوبو للصور، لكن الاداء العام للكاميرتين بجوجل كاميرا متقارب جدا. ونروح للجزئيه اللي بعد كده وهي التجربه الصوتيه بتاعه الموبايلين. الريلمي 3 برو بيجي بسماعه احاديه موجوده من تحت وهي صوتها عالي وكويس جدا وما فيهاش اي مشاكل، لكن في 2019 اظن من العادل ان انت تاخد تجربه سماعات ستيريو، لان الموضوع هيفرق معاك جدا الصراحه. في الناحيه الثانيه البوكوفون اف 1 بيجي بسماعات ستيريو، يعني سماعه المكالمات بتشتغل من السماعه السفليه كانهم دول سبيكر اوديو، يعني هتحس ان الصوت محاوطك من كل الاتجاهات، وده هيأثر معاك لو انت بتلعب ببجي وفي صوت جالك من اليمين او من الشمال او من وراك، هتبتدي تحس بالموضوع بشكل اكبر. اي نعم صوت سماعه المكالمات مش الاعلى، يعني مش زي حاجه زي الايفون اكس مثلا، مش هتحس بان الصوت قوي جدا، ولكن هي موجوده هتديك التجربه، هتعيش التجربه مع موبايل من فئه متوسطه سعره 5000 جنيه، تجربه مش هتلاقيها في اي موبايل تاني لحد 9000 جنيه تقريبا في الوقت الحالي. في حته السماعات البوكوفون اف 1 يتفوق بيها بشكل قوي جدا على الريلمي 3 برو. ونروح للجزئيه اللي بعد كده وهي منفذ الشحن وسرعه الشحن. بالنسبه لمنفذ الشحن الموجود في الريلمي 3 برو هو مايكرو يو اس بي 2، وعلى ما اظن ان هو قديم شويه، بس دي اللي احنا شايفينه سياسه اوبو، وعلى ما اظن بما ان ريلمي سب براند فهي هتعتمد نفس الموضوع زي اللي شفناه في الاف 11 والاف 11 برو، هو نفس اللي بيتطبق في الريلمي 3 والريلمي 3 برو، مش تايب سي زي الهواتف بتاعت 2019 كلها. اما الحاجه اللي ممكن تشفع له شويه هو الدعم المنفذ ده لتقنيه الفوج، او دعم التليفون ان هو يشحن تقنيه الفوج، ده معناه ان هو يشحن بقوه 20 واط، هيشحن 50% من سعه البطاريه في حوالي 30 دقيقه بس، بالاضافه لان الشحن السريع موجود في العلبه، ودي حاجه كويسه جدا من شركه ريلمي ان هي تحط لك الشحن السريع في العلبه. اما على الجانب الاخر فالبوكوفون اف 1 بيجي بيو اس بي تايب سي، وبيدعم الشحن السريع بتقنيه كوالكوم كويك تشارج الجيل الثالث، وده معناه ان هو يشحن بقوه 18 واط، وده معناه ان هو يشحن حوالي 50% في 45 دقيقه. على ما اظن الفرق مش كبير قوي، من 18 واط ل 20 واط مش هتلاقي الفرق الرهيب جدا في الاداء بتاع الشحن. فالبوكوفون اف 1 يكسب في النقطه دي عشان اليو اس بي تايب سي، وعشان الدنيا بتتغير، احنا في 2019 كل الاجهزه من حوالينا ابتدت تدعم اليو اس بي تايب سي وكل حاجه بقت تايب سي، فانت سنه كمان من الصعب ان انت تلاقي موبايل في الفئه المتوسطه او في الفئه العليا في يو اس بي 2 او مايكرو يو اس بي عموما. يعني بالنسبه للجزئيه بتاعت الكاميرات في الموبايلين، فانا نسيت اقول لكم ان الكاميرا بتاعت البوكوفون اف 1 20 ميجا بكسل والريلمي 3 برو 25 ميجا بكسل، وادائهم متقارب جدا، نفس الكلام اللي كان على الكاميرا الخلفيه بيمشي هو على الكاميرا الاماميه، ادائهم متقارب ومفيش فرق قوي في الاداء، اللهم بس ان الريلمي 3 برو الشاربنس بتاعته اعلى بشكل بسيط جدا ولكن غير ملحوظ، فالاداء بتاع الكاميرتين هيكون متقارب جدا معاك. ونروح بقى لاخر جزئيه في الفيديو واللي فيها الخلاصه بتاعت الفيديو كله، يعني انا عارف ان الفيديو طويل بس اعذروني، فعلا المقارنه دي مهمه جدا لان الموبايلين دول هم تقريبا المتصدرين فئه ال 5000 جنيه في الوقت الحالي. بالنسبه للريلمي 3 برو فالحاجات اللي هيديها لك او اللي هتاخدها مش هتلاقيها في البوكوفون اف 1 هم كالاتي. اول حاجه هي ان التصميم افضل والفينش بتاع الموبايل افضل من البوكوفون اف 1. تاني حاجه فرق في معالجه الصوره النهائيه، الصور مش الفيديوز، انا قلت على الحته بتاعت السوبر سلو موشن والسلو موشن والفيديو دي بتروح للبوكوفون اف 1 وهو متفوق فيها، لكن الصور الثابته الريلمي 3 برو يتفوق بشكل بسيط جدا. الشحن السريع، وده لان الريلمي 3 برو بيشحن اسرع من البوكوفون اف 1 ب 15 دقيقه تقريبا، والشحن السريع بتاعه موجود في العلبه، الشحن بتاع البوكوفون اف 1 برده موجود في العلبه لكن شحن الريلمي 3 برو اسرع. اخر حاجه وهي ان انت الديزاين بتاعك فيه ووتر دروب نوتش، مش النوتش الكبيره اللي هتقطع تجربتك في استخدام الشاشه بشكل كامل. بالنسبه بقى للحاجات اللي موجوده في البوكوفون اف 1 مش هتلاقيها في الريلمي 3 برو، ان الاداء اقوى بشكل ملحوظ وخصوصا في الالعاب. اي نعم الموبايلين بيشغلوا نفس الالعاب والاداء بتاعهم قريب جدا، لكن لما بتيجي تضغط على الموبايلين بيبتدي فرق القوه او فرق الصمود قدام الالعاب التقيله يظهر، وهو هيكون في صالح البوكوفون اف 1. تاني حاجه هي السماعات الاستيريو والصوت. تالت حاجه الفيس اي دي، وهو بيدعم الانفراريد، ده معناه ان هو هيكون امن اكتر من الفيس انلوك الموجود في الريلمي 3 برو. رابع حاجه وهو سوبر سلو موشن حقيقي. خامس حاجه اليو اس بي تايب سي. وسادس واخر حاجه معانا وهي دعم المطورين. بالنسبه بقى للبطاريه فالبطاريه بتاعت الموبايلين قريبه جدا، الريلمي 3 برو 4045 ملي امبير والبوكوفون اف 1 4000 ملي امبير، ومفيش فرق يذكر في عدد ساعات الاستخدام
او الاداء بتاع البطاريتين. وبكده تقريبا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو اللي عجبكم، وتعملوا شير لاصحابكم اللي متلخبطين في التليفونين دول، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا انزله، وتعملوا لي فولو على انستجرام، تعملوا لايك للفيديو بتاعتي على الفيسبوك، هتلاقوا اللينكات تحت في الديسكربشن. وبس كده، كان معاكم عبد الرحمن الهواري، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.